معي للحديث عن المصريين وقت الأزمات وكيف عاشوا أيام حرب أكتوبر 73 عالم الاجتماع الأستاذ الدكتور سعيد المصري، عضو اللجنة العليا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. المفكر الاجتماعي الكبير الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع وعضو اللجنة العليا لصياغة رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، عمل في الفترة من 2006 وحتى 2012 مستشاراً لرئيس الوزراء للدراسات الاجتماعية، كما تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وللدكتور سعيد المصري العديد من المؤلفات الهامة في علم الاجتماع والدراسات الشعبية، منها الطفرة الشبابية والتحولات الديموغرافية في العالم العربي، وأزمة المجال الديني في مصر، وتراث الاستعلاء بين الفلكلور والمجال الديني، وثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري. حصل الدكتور سعيد المصري على العديد من الجوائز العربية والدولية، منها جائزة الأمم المتحدة للتميز في التنمية البشرية، والجائزة العربية الكبرى للحفاظ على التراث عن كتابه إعادة إنتاج التراث الشعبي، كيف يتشبث الفقراء بالحياة في ظل النضرة.